عليكم ورحمة الله. النهاردة بنتقابل علشان الحلقة الخامسة في محاولة منع الانتحار أو الوقاية من الانتحار. النهاردة هنتكلم على مشاعر الشخص الناجي من محاولة انتحار، ومشاعر المعالج بتاعه أو الناس اللي بيعطوله الرعاية أو الأهل والأصدقاء. هنتكلم على مشاعر الناس دول كلهم وإزاي نتعامل معها ونتعرف عليها، وإزاي أنت تعطي الرعاية لنفسك كمعالج علشان ما تقعش فيه تحت طائلة الاحتراق النفسي. يلا بينا نشوف الموضوع ده. هوت أول حاجة، كان في واحد انتحر، يعني حاول الانتحار وأنقذه، فهو بيفوق في الرعاية بيقول إيه؟ بيقول لنفسه إيه ده؟ وأنا حتى ما قدرتش أموت نفسي، وأنا حتى دي فشلت فيها. فده يدلك على قد إيه الألم اللي بيشعر بيه الشخص اللي بيحاول الانتحار. تعالوا نشوف ايه هما السبع خطوات اللي انا مهم ان انا امشي عليهم وانا بتعامل مع حد ناجي من محاولة انتحارية، وبعدين نكمل كلامنا ونفصل كل واحدة بالتفصيل. التعامل مع مشاعرك تجاه الناجي اللي هو الشعور بالذنب او الغضب او القلق او ارتباك وعيق او عيب ثقيل، دي مشاعرك انت تجاه الناجي من محاولة انتحارية كمعالج او كمعطي رعاية. طيب، مهم قوي الاستجابة الصحيحة لمشاعر الشخص الناجي من محاولة انتحارية. مشاعر مختلطة، شعور بالذنب، شعور بالضعف، شعور بالفشل. تحديد ما إذا كانت هذه المحاولة محاولة انتحارية فعلا وأخذ ولا هي كانت محاولة لإيذاء النفس فقط. أخذ محاولة الانتحار على محمل الجد في كل مرة، لأن اللي حاول ينتحر مرة يعني بيبقى عنده أخطر، يعني خطر أكبر أنه يعيد المحاولة مرة تانية. فحص جدية المحاولة الانتحارية، حجز الشخص الناجي في المستشفى، يتحجز ولا لا في مستشفى نفسي، واستمرار الرعاية الدينية زي ما قلنا المرة اللي فاتت دور رجال الدين. طيب تعالوا ناخد خطوة خطوة. التعامل مع مشاعري الأول وبعدين نكمل ده هنتكلم عنها، اللي هي مشاعري أنا وأنا بتعامل مع الشخص اللي نجا من محاولة انتحار، بما اني انا المعالج بتاعه او رجل المشوره بتاعه. طبعا رجال الدين الاسلامي معرفش ليه في محدوديه لدورهم تجاه المجتمع، يعني بقى دلوقتي محدود بس فقط لصلاه الجمعه والصلوات، لكن محدش بيتداخل في فترات غير دي، يعني الجامع لازم يتقفل ابوابه بين الصلوات. anyway، احنا قلنا ان الشخص الناجي من محاولة انتحارية كل الناس اللي حواليه بتتأثر والشخص نفسه بيتأثر. لازم انا اكون على وعي بمشاعري تجاه الناجي من محاولة انتحارية، عشان المشاعر بتاعتي دي انا لو ما اعترفتش بيها وما كنتش واعي بيها هتأثر على طريقة تعاملي مع الشخص الناجي من محاولة انتحارية. اول حاجة هتحس بيها الشعور بالذنب، ازاي انا ما لقطتش علامات الخطر، ازاي ان انا ما حاولتش امنع ده، ازاي ما اخدتش بالي، ازاي العيان ده فلت من تحت ايدي من غير ما اخد بالي ان هو هينتحر. كل دي مشاعر صحيحه وما نقدرش نقول عليها حاجه، ولكن تقبل محدوديه امكانياتك. انت كبني ادم معطي رعايه، انت مش مسؤول عن العيان لما اتخذ قرار الانتحار. انت تقدر تعين الريسك او تعين الخطورة، ولكن ما تقدرش ان انت تمنع المريض عن اتخاذ القرار بالانتحار. صفات الشخص الانتحاري، يعني هو عنده اندفاعية زايدة، عنده اتخاذ قرارات سريعة، ما لجأش ليك ساعة الكرايسيس او ساعة الازمة الانتحارية زي ما قلنا، فبالتالي انت حدود مسؤوليتك عنه محدودة، فما تحملش نفسك انت اللي ما تقدرش تتحمله. وتذكر قول ربنا سبحانه وتعالى، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني مش علي إدراك النتيجة، ولكن أنا بسعى على قدر إيه اللي أنا أقدر أستطيع. هناك عوامل معقدة جدا تتداخل في المحاولة الانتحارية، مش بس الظروف، لأن في ناس ظروفهم أسوأ من كده وما بينتحروش، ومش بس عوامل الخطورة، ولكن هي عوامل معقدة جدا بتتداخل مع بعض اللي عم العيان ينتحر. الحاجة التانية اللي بتصيبني لما أجد إن العيان بتاعي يحاول الانتحار، القلق الزايد عليه. أفضل أتصل بيه، أفضل أقول له يجي في المتابعات، ألاقي نفسي بالليل مش عارفة أنام من كتر التفكير فيه. ده بيحصل لبعضنا في بعض الأوقات. في حاجة تانية، إن أنا أحس بطوفان من المشاعر المتضاربة والحمل الثقيل. أنا إيه يعني اللي خلاني أشتغل الشغلانة دي؟ ما كنت اشتغلت شغلانة أسهل.
انت ليك رسالة ومحتاج انك تأديها، ومحتاج انك تاخد رعاية انت كمان، تراعي نفسك ازاي، ودي هنتكلم عليها بعد شوية. ولما تحس نفسك ان انت قربت على الاحتراق النفسي، لازم تقف وقفة مع نفسك وتشوف انت واقف فين، وتحاول تطلب المساعدة من زمايلك. الغضب والثورة، ايه ده، هو انا بعد كل اللي انا عملته له ده، وبعد كل السيشنز دي، وبعد كل الجلسات دي، برضو بيحاول ينتحر؟ غضبك لازم تبقى واعي بيه علشان ما ينعكسش على تعاملك مع المريض. نيجي بقى لمشاعر الناجي من محاولة انتحارية. هو المشاعر ايه دلوقتي؟ هو عنده مشاعر مختلطة. اول حاجة فيهم احساسه بالضعف، ان هو ساب نفسه لغاية لما ضعف لدرجة انه عايز يتخلص من حياته للهروب من مواجهة المعاناة، وان ضعفه ده انكشف للجميع، فهو بيحس ان هو ايه، اتفشل قدام الناس كلها، اتفضح قدام الناس كلها، فده بيبقى شعور سيء، وبيحس ان الناس بتشاور عليه، اه ده الشخص اللي عمل محاولة انتحار الاسبوع اللي فات، فهيحس ان هو اتفضح قدام الناس كلها. دي حاجة مهمة ان احنا نتعامل معها بشكل يعني متقن. طيب الفشل، ان هو ما نجحش حتى ان هو يموت نفسه، ودي بتبقى شيء مؤلم جدا، ان هو لما يتنقذ او لما يتم انقاذه بيبقى عنده شعورين، شعور بالريليف ان هو ما ماتش، وشعور ان هو فشل ان هو ينتحر فيحزن ان هو حد انقذه. في سيدة اسمها سوزان روز بلاونر، اللي هي عملت كتاب When My Brain Why I Did Live When My Brain Want To Kill Me. الست دي عملت 3 محاولات انتحار، وفي المذكرات بتاعتها قالت ان هي في مرات من المرات اللي هي كانت بتبلع فيها حبوب ممكن تقتلها، بعد ما تبلعها بتكلم النجدة عشان يجوا ينقذوها، يبقى اذا في جزء منها عاوز يعيش. الامبيفالنس دي او الارتباك او اللخبطة في المشاعر دي هي اللي بتخلينا نعرف ناخد المدخل ان احنا نساعد الناس دول، ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الشعور بالذنب، ان مفيش حاجة ممكن تغفر الذنب اللي انا عملته في حق ربنا، او الذنب الكبير او الخطيئة اللي انا عملتها بكوني انزع حياتي بنفسي، وده اتكلمنا عليه في الحلقة الاولانية، ان على كل الايات القرآنية وكل الاحاديث اللي بتتكلم على ان الانتحار ذنب، ولكن ممكن ان ربنا يغفره. في سورة الزمر آية 53، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شعور بالضعف العيان بيحسه، بيقول إن هو إزاي انزلق لدرجة إن هو حاول ينتحر، وده تفسيره بسيط، إن زي الضفدعة، التجربة بتاعت الضفدعة لما حطوها في مية والمية ابتدت تسخن بالتدريج، الضفدعة ما حستش بالمية وهي بتسخن، ولكن حست لما ابتدت تتحرق. نفس الحكاية، الأفكار بتروح وتيجي، الأفكار بتروح وتيجي، العيان ما بياخدش باله إن الأفكار دي بتتزايد لغاية لما ينفذ الفكرة الانتحارية، ولذلك أهم حاجة المتابعة والاستمرار على العلاج والجلسات. طيب كمان العيان بيشعر بمدى هشاشته في مواجهة الضغوط والأزمات، اللي هي الفولنرابيليتي. وهنا بريني براون كانت عملت كتاب حلو قوي اللي احنا هنقوله مرة يعني بعد ما نخلص الكتاب ده، هو اسمه Power of Vulnerability او Daring Greatly، ان قد ايه ان الضعف بتاعي سر قوتي. هنا بيبقى لها وجهة نظر اخرى، ان الضعف جزء من الطبيعة الانسانية، كونك ان انت ضعفت ده لا يعني ان انت مش انسان كويس، بالعكس ده يعني ان انت انسان، وان انت مش حديدة، وان انت مش آلة. وليس من الضعف ان لا تلتمس المساعدة من الاخرين عند الحاجة اليها، يعني مش ضعف ابدا ان انا اتصل بفلان او اتصل بفلانة علشان اطلب منهم المساعدة وقت الحاجة. تأييد وتقبل مشاعر الشخص الناجي مهم جدا، ان انا to accept and validate، مهم قوي ان انا اتقبل مشاعره وان انا اأيد مصداقيتها. وهنا مهم قوي اننا نفتكر المعتقدات الخاطئة عن الاكتئاب عن الانتحار اللي احنا قلناها في حلقة منفصلة، ونطبقها في هذه اللحظة مع العيان، عشان ما تتداخلش هذه المعتقدات الخاطئة في تعاملنا مع العيان وتفسد العلاقة. لاحظ كل كلمة من كلامه ممكن تدل على انه هيعيد الكرة مرة اخرى. طيب الحجز في المستشفى ارادي ولا مش ارادي؟
ده على حسب القانون بتاع الدولة اللي انت فيها او قانون الولاية اللي موجودة، بيقولك ان الحجز اللا ارادي لا يمكن ان يتجاوز 72 ساعة. هنا عندنا في مصر الموضوع بيختلف شوية، الاهل بيمضوا على ادخال العيان للمستشفى لغاية لما يستقر حالته. مهم جدا ان احنا مش هنستنى المريض في مستشفى لغاية لما يخف، ولكن لغاية ما ستابيلايزيشن للحالة او الحالة تبقى قابلة ان العيان يخرج بيته. هل الحجز في المستشفى ممكن يمنع الانتحار؟ لا، وجدوا لما درسوا عدد 2177 عيان انتحر مات يعني في انجلترا وويلز، وجدوا ان 358 شخص من اللي ماتوا دول ماتوا اثناء وجودهم في المستشفى. فلازم حتى في المستشفى اخد بالي، ملاحظة 24 ساعة في 24 ساعة، ادوات المائدة تبقى بلاستيك، السلالم محطوط عليها سور عالي، الاسانسير يبقى متراقب، الشبابيك تبقى مسيجة بالحديد. طبعا مش هتبقى مسيجة بعمدان زي السجن، لا، هتتعمل مثلا اشكال زخرفية او حاجة عشان ما تضايقش العيان، والحاجات دي مهم. ومهم جدا ان العيان يبلع حبوب ومش يخزنها، فمهم قوي نلاقي الممرضات ربنا يكرمهم بيبقوا واقفين للعيان ويشوفوا بقه ويشوفوا تحت لسانه ان هو بلع الدواء ولا ما بلعوش. نيجي بقى لمساعدة الناس اللي حوالين الشخص الناجي من الانتحار. الناس اللي حوالين الشخص الناجي من الانتحار عندهم برضو مشاعر، هما مش مكن برضو، مش آلات، فبيبقى عندهم مشاعر قوية جدا. كمان المعالج اللي هو الشخص اللي بيساعد عنده أيضا مشاعر ومثقل ببعض المشاعر والحمول اللي لازم يتم التعامل معها. نتكلم الأول عن الأهل والأصدقاء وبعدين نتكلم عن المعالج. بالنسبة للأهل والأصدقاء هيعيشوا في خوف ورعب إن المريض ده هو هيحاول المحاولة دي مرة أخرى، وده اللي بيخليهم يعيشوا في ترقب ويعيشوا طول الوقت on edge، يعني مش قادرين إن هم يعملوا حاجة تانية غير إنهم ينتبهوا له. في هذا نفس هذا الوقت بيهملوا بقية أفراد الأسرة اللي ممكن يكونوا محتاجينهم برضو، ودي بتبقى صراع جامد جدا في الأسرة. حاجة تانية مهم جدا ان احنا ننصت للاهل والاصدقاء في المشاعر بتاعتهم، ما ينفعش ان احنا نتجاهل هذه المشاعر، لان هم العيان ده اللي نجا من محاولة الانتحار هيخرج يقعد معاهم، فاحنا لازم ندي الدعم النفسي الكامل للناس دول. الشعور بالذنب، هم بيشعروا بالذنب انهم ما قدروش انهم يساعدوا العيان ده انه يتجنب حكاية ان هو ينزع حياته، وده بيخليهم يشعروا بالذنب والتقصير الجامد جدا ولوم الذات جامد جدا. لازم نقول لهم ان الاهل بيمنحوا الرعاية ولكن مش بيمنحوا التنفيذ، يعني الاهل بيمنحوا الرعاية ولكن ليسوا مسؤولين عن اختيار الشخص المنتحر وقراراته. They take responsibility to care but not to other person choices، يعني العيان هو اللي اختار بنفسه ولكن اللي حواليه منحوا له ايه؟ الرعاية. الخوف وانعدام الحيلة مهم جدا في الاهل، نلاقي ان هم عندهم كأنهم خلاص فقدوا الحيلة، powerlessness. ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ ده انا عملت له كل حاجة. فالقصة دي محتاجة دعم بقى، محتاجة دعم، محتاجة علاج اسري علشان نفهم العيلة دي ايه اللي هنعمله معاهم. مهم جدا التثقيف النفسي، التثقيف بعوامل الخطورة اللي احنا قلناها في الحلقات اللي فاتت، التثقيف بخطة الامان، لازم الاهل يكون عندهم نسخة من خطة الامان، التثقيف لحقيبة الامل او الهوب كيت، والصور اللي ممكن العيان يتفرج عليها لو حس بأزمة انتحارية، صور الناس اللي بيحبوه، صور قرايبه، صور العزاز عليه، صور الناس اللي ليهم فضل عليه، صور الناس اللي هو ممتن لوجودهم في حياته. وكمان مهم كل الحاجات دهيت ان الاهل يكونوا على علم بيها وعلى علم كمان بالكروت التكيفية او الكوبينج كاردز اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. كل دي الحاجات الاهل المفروض يعرفوها، ويعرفوا كمان يكلموا مين لما يكونوا في ازمة، يكلموا مين من الفريق العلاجي. افهام الاهل والاصدقاء اهمية المتابعة والعلاج بعد ما يخرجوا من المستشفى، يعني الموضوع مخلصش. هتبص تلاقي بعض الاهل يقولك ايه، لا 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 انا مش هوديه عيادة نفسية عشان يتقال عليه مجنون، لا لا خلاص كفاية اللي احنا شفناه معاه. ناس تانية تقولك لا خلاص ده اتعلم من الدرس، لا يمكن هيعيد الكرة دي تاني، خلاص هو اتعلم. ناس تانية تقولك انا ما عنديش وقت اروح اوديه واجيبه، برضو تكاليف العلاج كبيرة. طيب قدام ده كله تكاليف موت الولد ده او البنت دي
اكبر بكتير من تكاليف العلاج اللي احنا هندفعها في العلاج. ومع ذلك في اماكن بيبقى مجانية، في اماكن باسعار رمزية، فمفيش حجة في ده. العدوانية تجاه الناجي من محاولة انتحارية، تلاقي الناس بقى تعمل حواجز بينهم وبينه، ما يتكلموش معاه، ما يرجعوش يندمجوا معاه في حياتهم اليومية تاني. بسبب ايه؟ بسبب حاجة اسمها الباسيف اجريشن او العدوان السلبي، وده ساعات بيعملوه الاهل عشان حماية نفسهم من صدمة الفراق. يعني لو العيان ده انتحر بعدين الصدمة بتاعتهم هتبقى جامدة اكتر. طيب، تقليل الصراعات اللي داخل العائلة اللي هي بيننا وبين العيان، يعني بين الناجي من محاولة انتحارية واهله، او بين الاهل وبعض، يعني الاب والام عندهم خلافات زوجية، الصراع بيزيد، الابن او الابنة بيفكروا ان هم سبب الصراعات دي، فبالتالي بيحاولوا ان هم يزيحوا الحمل بتاعهم عن الاهل. يمكن الاهل حياتهم تتصلح، وده شيء يعني اكيد وارد في مخ المراهقين. كمان علاقة المراهق بابوه وامه مهم جدا انها تتصلح. مهم كمان طريقة التربية او طريقة الرعاية، ما تبقاش اسوريتيريا، ما تبقاش تسلطية، وده هنلاقيه في الفيديو بتاع اساليب التربية. مهم انها تبقى اسوريتيتيف، يعني في منها براح لان الطفل ده او المراهق ده يكبر للحياة ويكون عضو فاعل في المجتمع، والحماية اللي انا بديها له عن طريق ان انا احط له حدود دي او نظام لحياته، يعني في اطار معين، الاطار ده يكون مرن. ده اهمية الاسوريتيتيف بيرانتنج. يعني الصراعات عن طريق ايه؟ العلاج الزواجي، ماريتال ثيرابي، علاج الاسرة، تمام، علشان نشوف الداينامكس بتاعة الاسرة كلها ماشية ازاي. وتقليل الصراعات ده بيؤدي الى زيادة الانتماء للعائلة، وده مهم جدا ان انت لما بتبقاش منتمي لشيء بيبقى اسهل ان انت تنتحر. بيزود كمان المشاركة في العيلة، وبيقلل خطورة الانتحار، وبيزود الامان، وده مهم جدا في الناس دول. من التراحم وتقبل احتمالية الانتكاس وبين وقت والتاني، يعني زي ما قلنا الفلكتويشن، الابس اند داونز، التأرجح في المزاجي، التقلب المزاجي، كل ده وارد، كل ده وارد، ووارد كمان ان العيان ينتكس، وارد جدا. منع تصاعد الصراع بيننا وبين الشخص الناجي عن طريق فنون المحادثة. ايه هي فنون المحادثة؟ ان انا اما اتكلم اسمع الشخص اللي قدامي، يعني اخد دوري ان انا اتكلم والشخص اللي قدامي يستمع. اللي يستمع ده يعمل ريفليكشن على اللي انا قلته علشان يعرف اذا كان فهم اللي انا قلته صح ولا لا. يعني انت قصدك كذا كذا كذا، والتاني يقول له لا انا كان قصدي كذا، او انا فعلا قصدي كذا، وهكذا. طيب، عشان ايه؟ عشان نفهم بعض في الكلام، عشان نفهم بعض في الكلام، لان عدم الفهم او الميس اندرستاندينج او الفهم الخطأ ده بيسبب الكثير من الصراعات الغير مصرح بيها، وتفضل ايه؟ خمدة زي النار اللي تحت الرماد، تنفجر في اي لحظة. معالج بقى، ازاي المعالج يعرف ان هو على حافة الاحتراق النفسي؟ ايه هي العلامات اللي هو هيلاقيها في نفسه عشان كده يعرف ان هو في ازمة كبيرة ولازم يطلب المساعدة؟ وايه هي الحاجات اللي يعملها عشان يراعي نفسه؟ ده اللي هنشوفه في السلايدز اللي جاي. الاحتراق النفسي في المعالج ان هو يصدر تعليقات ساخرة عن الناس، اللي هو عارفين ايه الضحك اللي وراه بكى، يعني هو من كتر ما هو شايل وكابت في قلبه بيضحك ضحك ايه؟ ضحك تحت ضغط او ضحك هستيري. اخطاء في العمل، فقدان الطاقة، زيادة القلق، استخدام الكحوليات، الإفراط في الأكل والنوم للهروب يعني، ويحدث هذا نتيجة إهمالك لرعاية نفسك أثناء التعامل مع معاناة المرضى. Burning out of care when self-care is not adequate to balance out your profound engagement in human suffering. لو أنا بانت علي علامة من العلامات دي أو جزء منها أو كلها، لازم أن أنا أخد بالي من نفسي، علشان عدم ان انا اخد بالي من نفسي ده بيأثر مش بس على حياتي، ده حياة كمان الناس اللي انا بعالجهم. لما بنركب طيارة، اول ما بنركب بيقولوا لنا الايه خطة الامان بتاعت الطيارة دي لو حدوث كارثة، يقولك ايه؟ ان اللايف جاكيت تحت الكرسي. اللي هي ايه اللايف جاكيت؟ زي خطة الامان كده اللي انا بعملها للشخص المنتحر. وايه كمان؟ يقولك ان حط الماسك بتاع الاكسجين على وشك الاول، وبعدين حطه للشخص اللي يليك، اللي هو الابن او الابنة او الجد او الجدة او كده. ليه بقى؟ انت لو ما اديتش لنفسك الرعاية الكافية مش هتعرف تديها لحد. يعني انت لو ما
حبيتش نفسك ولو ما اديتش لنفسك الرعاية مش تعرف تدي الرعاية دي لحد آخر معتمد عليك. ودي أهمية اللي احنا بنقول عليه في رعاية الذات. أنا لو ظهر عليا أي شيء من الاحتراق النفسي لازم إن أنا أبتدي أراعي نفسي. خطة رعاية الذات مش one size fit all، يعني ما هياش مناسبة للجميع، ولكن يجب تفصلها على كل شخص بعينه. يعني مثلا أنا عندي هوايات مش موجودة عندك، أنت عندك هوايات مش موجودة عندي، في حاجات بتمتعني ممكن ما تمتعكش وتبقى سخيفة بالنسبة لك والعكس بالعكس. ولذلك كل معالج لازم يبقى عارف ايه الحاجات اللي بتمتعه، ايه الممارسات اللي بتزود الطاقة عنده وبتشبعه عشان يقدر يمارسها بشكل منتظم علشان يقدر ان هو يشتغل بشكل افضل، وايه الممارسات التانية كتيم احنا مع بعض كمعالجين مع بعض والتواصل بيننا وبين بعض علشان نقدر نشتغل. اللي عجبني في الفترة الأخيرة ان بدأت العيادات تتعمل بشكل كولكتيف، يعني كذا ممارس بيشتغلوا في نفس الوقت، كذا ممارس بيشتغلوا في نفس المكان، بيتبادلوا الخبرات، بيقعدوا في اجتماعات دورية، بيناقشوا الحالات، لو حد فيهم في مشكلة أو استاك مع عيان بيقدر يتبادل الأفكار مع الشخص اللي يليه أو المعالج اللي يليه، وده كويس قوي علشان ما نغرقش كلنا. تعالوا نشوف إيه هي مهارات رعاية الذات للمعالج وبعدين نكمل كلام. العزلة عن طريق علاقات اجتماعية داعمة. مهم قوي ان انت يبقى عندك علاقات اجتماعية داعمة، انت مش بس بتعالج الناس، انت كمان انسان ومحتاج علاقات اجتماعية داعمة. الحفاظ على الصحة العامة، اكلك وشربك ونومك وصحتك والرياضة وكل ده، ممارسة مهارات الاسترخاء والاستمتاع والممارسات الدينية، اداء رسالتك يتضمن حاجتك للاجازة والراحة، يعني ما تغفلش الحق ده. تقليل العبء عن طريق بناء حدود صحية وتوكيد الذات، الإحاطة الفعالة بمشاعرك بشكل منتظم، الإشراف مع المتخصصين الأكثر خبرة وتبادل الخبرات مع الأقران، التعامل مع أفكارك بشأن الإخفاق مع الحالات، رؤية متخصص للعلاج عند الحالة، والعمل بضمن فريق علاجي. كامل دي مفهومة، أنا بس هأشر على حاجة واحدة اللي هي إزاي إن أنا أبني حدود صحية وإزاي إن أنا أقول لأ لما يكون الأمر يستحق ذلك. يعني كنت عند دكتور عظام انا واختي ومعروف ان انا دكتوره، فطلبت ان انا ايه ادخل كشف مستعجل، فالسكرتير سال الدكتور، الدكتور قال له لا مش هقدر استقبلهم النهارده. في لحظتها انا غضبت، لما نزلت وقعدت افكر في الامر لقيت ايه، لقيت ان الراجل ده امين. ليه امين؟ عشان عارف حدود يعني حدود قدرته. انا ما اقدرش اشوف اكتر من كذا عدد من العيانين في اليوم الواحد، انتي اكتر من العدد المسموح اللي انا اشوفه، فانا مش هعرف اديكي الكير ولا اديكي الرعايه ولا الاهتمام ولا انصت ليكي ولا اقدر ان انا اساعدك. وبالتالي انت كمعالج او يعني اساتذتنا الكبار الله يرحمهم، في منهم كتير عمره اتقصف بسبب ان هو كان ورك هوليك، يعني كان بيحب الشغل لغايه الموت، يعني كان ممكن يستقبلوا عيانين لغايه الساعه 2 بالليل، وده كان مهلك 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 مهلك، ان انت تفضل تسمع حد بيعاني من الاكتئاب، حد عنده افكار انتحارية، واحدة عايزة تتطلق، واحد عايز ينتحر. فالكلام ده مهم جدا ان انت تعرف عدد الحالات اللي تقدر تشوفها يوميا، عدد الحالات اللي تقدر تتابعها في سايكوثيرابي او جلسات علاج نفسي في الشهر، تعرف حقيقة مشاعرك، تقدر تتقبل حقيقة مشاعرك وتناقشها بينك وبين نفسك، تحط وقت مهم بين العيانين وبعض، ما تسمحش لان حد يقول لك والله خد العيان ده فوق الليسته او الكلام ده كله، ده هيبقى ارهاق زياده ومش هيفيد العيان بشيء. اخيرتين هقولهم قبل ما نختم، اللي هي جديه المحاوله الانتحاريه، هل فعلا العيان كان يقصد الانتحار ولا لا، ودي خدناها المره اللي فاتت. والحاجه الثانيه اللي هي هل العيان فعلا اختار الوقت اللي بعيد عن الناس والمكان البعيد عن الناس، وان هو ما يكتشفش ان هو انتحر، وان هو يأمن نفسه ان هو ياخد دواء عشان يمنعه ان هو يتراجع في الفكرة بتاعته، وان هو يكتب وصيته او يكتب رسالة انتحار، رسالة للأهل والأصدقاء، وان هو يأسف ان هو تم انقاذه. كل الحاجات دي تدل على جدية المحاولة الانتحارية. المرة الجاية هتبقى آخر مرة في الكتاب بتاع الوقاية من الانتحار. هنقفل بإيه؟ هنقفل إزاي نساعد الناس اللي ليهم حد انتحر بالفعل، مات يعني. إحنا النهاردة اتكلمنا على الناجي من محاولة انتحار، إزاي تساعده، تساعد أهله، تساعد المعالج بتاعه. المرة الجاية هنتكلم على
الشخص اللي انتحر بالفعل مات يعني، والناس دفنوه، واهله بقى مصدومين وعندهم حزن وعندهم شعور بالذنب وكذا وكذا. ده اللي هنتناقش فيه المره الجايه، هتبقى اخر حلقه ان شاء الله في الانتحار. احب اوجه شكري للدكتور شهاب الدين الهواري لانه ساعدني في ترجمه بعض المصطلحات الدينيه. شكرا والى اللقاء.